فيسبوك يستوحي من تويتر إعادة الحياة للمحتوى القديم. تختبر فيسبوك ميزة جديدة لإنشاء مشاركة مرتبطة بمنشور سابق لموضوع ذي صلة. لاحظ مات نافارا مستشار وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة هذه الميزة. تعمل هذه الميزة على ربط منشورات ببعضها ورد مجدداً كما في تويتر بإعادة التغريد. يمكن للمتابعين رؤية التحديثات والمشاركات للمحتوى بسهولة، أي تظهر المشاركة الجديدة متصلة بالمشاركات الأخرى في الموضوع، وتتيح للمتابعين التنقل بسهولة لمشاهدة جميع المشاركات. حالياً تشارك فيسبوك هذه الميزة مع مجموعة صغيرة من الشخصيات العامة، والشخصية العامة هي نوع محدد من فئات صفحات فيسبوك للأفراد البارزين المؤثرين. لم تؤكد فيسبوك متى سيتم التوسع ليشمل الصفحات العامة. بدلاً من تحديث النسخة الأصلية للمنشور وكتابة تم التعديل للإضافة، توفر هذه الميزة نشر تحديثات عبر مشاركاتهم الحالية في المواضيع، الأمر الذي يوفر سياقاً مفيداً بالنسبة للصحفيين أو المسؤولين الحكوميين. كما تويتر ستتيح الميزة متابعة معلومات حول تطوير الأحداث الإخبارية، أيضاً ستكون مفيدة في مواجهة التضليل الإعلامي. وأنت، ما هي الإضافة التي تتمنى وجودها في موقع فيسبوك؟